احنا بنخرج من الدفليه الثانوي بنحضر للدفليه السنه الجايه. كنا من اهل الدنيا يا رب. احنا طول الوقت في عمل دائم، طول الوقت في حاله عدم نوم، حلم بالنجاح لا ينقطع، تشغيل 24 ساعه في 24 ساعه. انا اقسمت بالله ان احنا طول الوقت ما بننامش، طول الوقت بنشتغل. بقى هم الاكبر في الحياه هو شغلي عشان نحصد ليله زي دي، نحصد نجاح ليله زي دي. عايزين كل السوشيال ميديا تتكلم، عايزين الناس تتكلم تقول لك عمل شغل حلو، مش عمل مثلا جاب ابله فاهيتا او خالد سليم صاحبه فجي غنى او مثلا نيكول سابا، لا احنا عملنا شغل حلو. فحتى النهارده اقول ايه؟ اقول هو احنا النهارده مين النهارده الهيرو؟ هو الفستان ولا الكوليكشن ولا المطرب ولا لا؟ قعدت اقول لا، الناس مستنيه تشوف كوليكشن، تشوف صناعه في مصر، فتشوف الجوده وتشوف الفينشنج وتشوف التطريز وتشوف قد ايه الناس بتتعب قد ايه من ورا ديزاينز وافكار ورسومات وشغل. احنا في جيش. عينك على العالم.